السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد على القناه. فيديو النهارده هيبقى عن احسن تجميعه تقدر تشتريها بسعر 3000 ل 3500 جنيه بحيث ان انت تقدر تلعب وتمنتج عليها. وهي التجميعه مش هتبقى بالظبط ب 3000، هي هيكون سعرها اقل شويه حوالي 2750 جنيه، وبرده تجميعه ال 3500 مش هتكون ب 3500 بالظبط، هتكون بحوالي 3250. والفئه ديت من التجميعات ما عملتش عنها فيديوهات كتير على القناه، يعني عملنا فيديو عن تجميعه ال 2000 جنيه وتجميعه ال 1000 جنيه وتجميعه ال 5000 جنيه وتجميعات في فئات متنوعه، بس اخر فيديو عن تجميعه بسعر 3000 جنيه كان من 8 شهور تقريبا. فكان لازم ان انا احدث الفيديو واعمل فيديو جديد بالاسعار الجديده. وتجميع ال 3000 وال 3500 هيكونوا نفس التجميع بس هنغير كارت الشاشه، مش معنى كده ان تجميع ال 3000 هتكون اضعف بكتير او ان هي هتكون وحشه، بالعكس تجميع ال 3000 جنيه هتكون بدايه عظيمه ليك في المونتاج، وهتقدر تمنش فيديوهات 720 بي زي اللي انت بتشوفها دلوقتي على القناه، وبرده هتقدر تلعب كل الالعاب المشهوره فوق 60 فريم، العاب زي جي تي اي في وفورتنايت وفالورانت وسي اس جو والالعاب اللي من النوعيه ديت. اما بالنسبه لتجميع ال 3500 هتشغلك نفس الالعاب بس بفريمز اعلى واعدادات اعلى، واكيد ال 500 جنيه الفرق دول هيقدموا لك برده فرق في الاداء، وكل جنيه انت بتدفعه في التجميع بتاخد بيه فرق في الاداء. وانا مهمتي ان انا اقول لك على التجميعات اللي هتدي لك احسن اداء في الجيمنج بالنسبه للسعر اللي انت بتدفعه. تقدر تدور بنفسك على اي جهاز بسعر 3000 جنيه مش هتلاقيه بيقدم لك اداء احسن من دوت. وبرده نصيحه كده قبل ما نبدا في القطع، لو انت معاك 3500 جنيه وعامل حسابك ان انت تجيب بيهم جهاز كمبيوتر، ممكن لو انت شايف ان جهاز ال 3000 كويس بالنسبه لك وشغل الالعاب اللي انت عايزها، انصحك ان انت تشتريه وتوفر ال 500 جنيه ديت تجيب بيهم مثلا ماوس او كيبورد او سماعه او اي حاجه تانية انت عايزها. يعني مش لازم ان انت تدفع فلوس زياده في الجهاز عشان بيقدم لك اداء زياده انت مش محتاجه، او علشان انت عايز تخلص كل الميزانيه اللي انت كنت عايز تجيب بيها الجهاز. فديت كانت نقطه مهمه برده كان لازم اوضحها قبل ما نبدا. بالنسبه لقطع تجميعات النهارده، اول حاجه معالج اي 5 2400 جيل تاني 4 كورز و4 ثريدز 3.1 جيجا هرتز وبيوصل ل 3.4، سعره حوالي 300 جنيه. ولو انت شفت الفيديو اللي فات هتلاقي ان تجميعات ال 2000 جنيه برده كان فيها نفس المعالج. وخلي بالك انا ما رضيتش اقترح لك معالج مثلا زي الاي 5 3470 الجيل الثالث، عشان فرق الاداء بين الجيل الثاني والجيل الثالث مش بيبقى كبير قوي زي ما وضحت في الفيديو اللي فات، وسعر معالج اي 5 جيل ثالث حوالي 600 جنيه، يعني انت هتدفع ده في السعر في فرق اداء مش كبير. وبرده ما رضيتش اقترح لك معالج زي الاي 7 جيل ثاني، مع ان هو هيقدم لك فعلا فرق اداء كبير، بس في نفس الوقت سعره 900 جنيه، يعني كنت هتدفع ثلث ثمن التجميعه في المعالج وهتقلل من سعر الكارت، وده طبعا هيقلل في الاداء بتاع الالعاب. فمعالج اي 5 جيل ثاني يعتبر مناسب جدا للتجميعه ديت، ولان المذر برده هتكون اتش 61 فهي بتدعم معالجات الجيل الثاني والثالث، يعني لو انت عايز تحدث الاي 7 جيل ثاني او ثالث تقدر تعمل كده بسهوله، هتبيع بس المعالج اللي معاك وتشتري المعالج اللي انت عايزه وتركبه. وزي ما وضحت انت معالجك اي 5 جيل ثاني، يعني ما تطلعش الاي 5 جيل ثالث عشان فرق الاداء مش هيبقى كبير قوي. لو عايز تلاقي فرق اداء ملحوظ اطلع على طول للاي 7 سواء جيل ثاني او ثالث. بالنسبه لسعر المذر برده هيبقى 375 جنيه. ثالث حاجه وهي الرام، 8 جيجا رام دي دي ار 3 مش هتعمل معاك مشاكل في معظم الالعاب، وهيكون سعرها حوالي 400 جنيه. وفي اخر الفيديو هوريك اداء الجهاز في اكتر من لعبه على 8 جيجا رام، وكل الالعاب ديت هتشتغل من غير مشاكل. وحاجه لازم انبهك عنها ان البورد فيها مدخلين بس للرام، يعني حاول تجيب 8 رام قطعه واحده، ما تجيبش 4 و4 عشان لو حبيت تحدث بعد كده تجيب كمان 8 رام وتحطها جنبها، بس لو ما لقيتش غير 8 رام 4 و4 اشتريها عادي مش هتعمل لك اي مشكله. بالنسبه لرابع حاجه وهي الهارد، ممكن تجيب هارد 500 جيجا بسعر 200 جنيه، هتلاقيه مستعمل او استيراد بالسعر دوت. والهارد دوت بيبقى اختياري لان اغلبنا اصلا عندنا هاردات في البيت، فانت حط المساحه اللي انت محتاجها. وزي ما قلت لك انا هقترح لك هارد 500 جيجا ب 200 جنيه عشان نفضل في الميزانيه بتاعه التجميعه، وبعد كده انصحك ان انت تجيب اس اس دي 120 جيجا عشان هيخلي الويندوز يفتح اسرع وكده. بالنسبه للكيس والباور، هتجيب باور 400 واط مستعمل هيكون سعره في حدود ال 300 جنيه او ال 400 جنيه، والباور هيستحمل الكروت اللي هنتكلم عنها كمان شويه من غير مشاكل. بالنسبه للكيسه فانت هتجيب اي كيسه مستعمله، حاول ان هي ما تزيدش عن 100 جنيه عشان ما نخرجش عن الميزانيه. انا لقيت كيسه اسمها ماتريكس منتشره على اوليكس بسعر 75 جنيه، وفي ناس كمان بتبيعها ب 50 جنيه. وخلي بالك ان احنا جايبين كل قطعه مستعمله عشان نطلع باحسن اداء بالنسبه للسعر اللي انت بتدفعه. ولو انت عايز تحط القطع بتاعه التجميع في كيسه ار جي بي عشان يبقى شكلها حلو وكده، ممكن تعمل كده عادي في اي وقت. كده سعر التجميع كلها من غير الكارت 1650 جنيه، ممكن السعر يزيد او يقل 100 جنيه او 200 جنيه على حسب. يعني لو مثلا انت معاك الهارد هتوفر 200 جنيه، ولو انت عرفت تجيب اي قطعه من القطع اللي احنا اتكلمنا عليها بسعر ارخص هتوفر برده 100 جنيه او 50 جنيه على حسب. بالنسبه لاخر حاجه بقى وهو كارت الشاشه، بالنسبه لاول كارت هو اتش دي 6950، وبالمناسبه الكارتين دول انا جايبهم من فيديو احسن كروت شاشه بسعر 1000 ل 2000 جنيه، انصحك تتفرج عليه لو بتدور على كارت شاشه مستعمل بسعر كويس. نرجع تاني لكارت الاتش دي 6950، الكارت سعره حوالي 1100 او 1200 جنيه في الحدود ديت، يعني التجميع كلها هتبقى عامله 2750 جنيه. خلينا نشوف اداء الكارت والمعالج مع بعض هيبقوا عاملين ازاي، وهيتعرض قدامك دلوقتي اكتر من بنش مارك. ده كان اداء الجهاز اللي في 3000 جنيه، وزي ما شفت وصلت المتوسط 60 فريم في معظم الالعاب المشهوره واللي الناس بتحبها. بالنسبه لتاني كارت وهو الجي تي اكس 660، اتكلمت عنه برده في فيديو احسن كروت شاشه من 1000 ل 2000 جنيه، وسعره حوالي 1600 او 1700 جنيه حاجه في الرينج دوت، وهيبقى الجهاز كله بالكارت حوالي 3250 جنيه، وهتعرض قدامك برده اكتر من بنش مارك الاداء المعالج والكارت دوت مع بعض.
وزي ما شفت اداء كويس جدا بالنسبه للسعر، ما اعتقدش ان في اي جهاز استيراد ممكن تجيبه بالسعر دوت هيقدم لك نفس الاداء. وبرده انت شفت فرق الاداء بين الجهاز اللي ب 3000 والجهاز اللي ب 3500، وانت اللي تقدر تحدد انت محتاج الجهاز اللي ب 3500 ولا الكام فريم الاعلى دول انت مش محتاجهم، وممكن تنزل عادي للجهاز اللي ب 3000 وتوفر فلوس زي تجيب بيها اي حاجه تانية. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون افادك وعجبك، وسلام.